السلام عليكم ورحمة الله. قوات أمريكية خاصة تنفذ عملية إنزال جديدة في محافظة أبين، فيما يشن الطيران الأمريكي غارات عدة في محافظتي البيضاء وشبوة، خلفت عددا من القتلى بينهم قيادي بارز في تنظيم القاعدة بحسب مصادر محلية. نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات التصعيد الأمريكي للحرب ضد تنظيم القاعدة في اليمن، والنتائج المتوقعة لهذه التحركات الأمريكية على الساحة اليمنية. عملية الإنزال الأمريكية الجديدة في محافظة أبين ترافقت مع ضربات جوية عدة ضد تجمعات مفترضة لعناصر من تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء ومحافظة شبوة. ولا تزال تفاعلات العملية السابقة التي نفذتها القوات الأمريكية في البيضاء تتصاعد داخل الأروقة الأمريكية، وتتجه نحو فتح تحقيق فيما تراه دوائر السياسة الأمريكية إخفاقا بعد سقوط ضحايا مدنيين وفي صفوف القوات التي نفذت العملية. وهذا ما جعل بعض المراقبين يقول إن العمليات الجديدة تأتي في إطار محاولة تغطية القضية والبحث عن إنجاز حقيقي يضفي على هذه العمليات الشرعية، خصوصا مع تصاعد الحديث عن أن الإدارة الأمريكية الجديدة ماضية باتجاه دخول حرب كبيرة ضد تنظيم القاعدة على الساحة اليمنية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. فيما لم تتوقف بعد تفاعلات عملية الإنزال الأولى في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء، نفذ الجيش الأمريكي عملية إنزال جديدة في أبين وسلسلة ضربات جوية في البيضاء وشبوة. لم تتضح الصورة بعد عن نتائج عملية الإنزال، إلا أن الأنباء الأولية تشير لأن عشرات من الجنود الأمريكيين شاركوا في العملية بمنطقة موجان بأبين. وبحسب مصدر أمني في المحافظة فإن العملية تمت عبر طائرات الأباتشي، وشارك فيها نحو 50 جنديا أمريكيا مع إسناد من قبل البارجات الحربية في منطقة موجان الساحلية التابعة لمديرية خنفر التي تتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة. تأتي عملية الإنزال هذه ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذت القوات الأمريكية بشكل متزامن في عدد من المحافظات. ففي البيضاء قالت مصادر محلية إن طائرات أمريكية عمودية وأخرى بدون طيار شنت أكثر من 15 غارة على عدد من المناطق في المحافظة، خلفت 4 قتلى. كما نفذت الطائرات الأمريكية غارات عدة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، قتل فيها 4 أشخاص بينهم قيادي بارز في التنظيم بحسب مصادر محلية. سلسلة الغارات المتزامنة هذه وعملية الإنزال الجديدة رآها مراقبون على أنها محاولة من قبل الإدارة الأمريكية للتغطية على ما يمكن اعتباره فشلا في العملية السابقة، والتي لا تزال تثير جدلا أمريكيا ويمنيا لم يتوقف بعد، نظرا لما خلفته وراءها من كلفة كبيرة في الأرواح سواء بين المدنيين أو في صفوف القوات الأمريكية المشاركة في العملية. حرب أخرى تجري على الأرض اليمنية تأتي تأكيدا على صحة التقارير التي تحدثت مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض عن أن اليمن سيكون ساحة لحربه الأولى، فيما تبدو اتجاهات المواجهة ماضية نحو التصعيد ومزيد من العمليات الأمريكية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع مدير أمن مديرية خنفر في محافظة أبين العقيد علي حفين. مساء الخير سيادة العقيد. سنور. مرحبا بك سيادة العقيد. في البداية، ما تفاصيل الإنزال الأمريكي الذي حدث اليوم في منطقة موجان؟ سيادة العقيد هل تسمعني؟ نعم، ضعنا في تفاصيل الإنزال الأمريكي الذي حدث اليوم في منطقة موجان. موجان اليوم نزال بحري من القوات الأمريكية على قرية موجان بدون تنسيق مع الإدارة العامة مع المحافظة. تفاجأنا اليوم بنزول قوات أمريكية بحرية في قرية موجان الخضر مراغشة، ونزلت على البحر بجي 2 كيلو قبل المحافظة قبل المديرية، ولكن ما عندنا لحد الآن تفصيل على حدث قتلى أو جرحى أو ما في. ضربت الطائرة بصورة من صواريخ. نعم، أنتم كنتم نعم سيادة العقيد، أنتم كنتم تقودون حملة بمشاركة قوات التحالف العربي ضد عناصر من تنظيم القاعدة، وحصل الإنزال دون علم منكم أو تنسيق معكم؟ بدون تنسيق، بدون لا، وما في معلومات عندنا على الإنزال. اليوم تفاجأنا بالنزول البحري
وفي مفروضنا نشتغل مع القوات الأمنية مع التحريات وهناك مواطنين ساكنين في المنطقة هذه وهم هم ساكنين في الجبال وعرة قاعدة ما تسكن ست مواطنين خارج الجبال وعرة صعبها أنك تصل عليهم بالطيران أو كذا هذه التنسيق مع قوات برية وقوة تتحرك لهم من محافظة مفروض لكن ما في أي تنسيق معنا نعم صعب أنك تصل نعم لأن في مواطنين في أبرياء في ضربة صاروخية هل تضرر نعم سيادة العقيد هل تضرر يعني مدنيون من هذا الإنزال الذي نفذته القوات الأمريكية اليوم؟ لا لا ما في لحد الآن ما في عندي معلومات أنا تواصلت مع ناس مواطنين هناك قالوا ما في هذا بس ضربت صواريخ البحرية أعتقد نعم ولكن ما في أي أضرار نعم أيضا هل 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 تم استهداف عناصر من تنظيم القاعدة قتلى جرحى استهدفت مواقع خاصة بهم؟ لحد الآن ما عندي أي معلومات على جرحى أو قتلى أو موت. نعم. في استهدفة العصر أعتقد أنها اليوم في قرية اسمها قرية الوضيع. نعم. أعتقد أنها سيارة كراسيزة فيها أربعة أمتار بلغوني نعم. الآن. سيادة العقيد نعم سؤال أخير سيادة العقيد العملية التي يعني حدثت اليوم بتنسيق مع الجهات الأمنية بينكم وبين التحالف العربي ضد تنظيم القاعدة هل حدث هناك أي قتلى أو جرحى منكم أو منهم؟ لا ما في ما لحد الآن ما في أي معلومات وصلتنا من هناك ما في أي معلومات وصلتنا من هناك أصلا قالوا ما في شيء قتلى نعم أشكرك جزيل الشكر مديرية خنفر العقيد علي حفين كنت معنا عبر الهاتف من محافظة أبين وينضم إلينا الآن من اسطنبول الباحث في شؤون الجماعات الجهادية نبيل البكيري مساء الخير أستاذ نبيل مساء النور لكم مشاهدينا الكرام مرحبا بك عملية إنزال أمريكية جديدة في اليمن خلال شهر تقريبا برأيك إلى ما تشير هذه العملية أستاذ نبيل لا شك هي تعبر عن حالة الفراغ الأمني والسياسي أيضا للحكومة الشرعية بقدر ما تعبر أيضا عن توجه أمريكي جديد فيما يتعلق بمسار ما تطلق عليه بمكافحة الإرهاب نحن أمام تطور خطير هذا التطور له إفرازات وله تداعيات خطيرة على مسار السعادة الشرعية اليمنية وعلى مسار أيضا ما تسمى بمكافحة الإرهاب التي اتخذت أكثر من منحة أو اتخذت منحة جديدا في هذه المرحلة يمثل خطوة وتوجه أمريكي جديد يتوائم مع الرؤية الأمريكية التي تفرضها الإدارة الجديدة في البيت الأبيض نعم هذا العملية التي نفذت ألا ترى بأنها تخدم الشرعية لا سيما وأن تنظيم القاعدة هو العدو التقليدي للشرعية في اليمن كان سيكون في يصب في صالح القوات الشرعية والحكومة الشرعية حينما يكون هناك تنسيق مباشر مع الحكومة الشرعية في عدن وبالتالي سنستطيع أن نتحدث عن أن هناك تنسيق وأن هناك استفادة من هذه العملية ثم حينما تتم دون تنسيق كما ذكر العقيد السابق أنه لم يعرفوا شيء عن طبيعة هذه القوات ووجودها في هذه المنطقة وبالتالي نحن نتحدث عن تصرف خطير أيضا هو جزء من الانتهاك الدائم والمستمر للسيادة الوطنية من قبل الأمريكان نعم. وهذه الانتهاكات التي تعزز أيضا فرضية الجماعات العنف التي تتكي على مسألة العداء لأمريكا ولمصالح أمريكا بينما في حقيقة الأمر أيضا هي تستخدم في إطار الصراع الحالي كورقة سياسية يتم تحريكها من وقت لآخر من قبل نعم. منظومة النظام السابق الأمنية اتفاقية التعاون الأمني التي بين اليمن والأمريكان ألا ترى بأنه من خلالها يعتبر هذا ضوء أخضر لتنفيذ الأمريكان أي عمليات إنزال أو استخدام طائرة من دون طيار لاستهداف عناصر من تنظيم القاعدة لا شك الاتفاقية السابقة التي كانت من أيام النظام السابق أيضا حولت اليمن إلى مشاع للأمريكان ينطلقون فيها حيثما وكيفما يريدون في أي وقت فأيضا يعني نحن نتحدث عن التداعيات التي جنتها اليمن خلال السنوات الماضية من خلال هذه العمليات التي
كانت بمثابة أيضا مخصبات لإنتاج مزيد من هذا العنف، وخاصة حينما انحرف مسار هذه العمليات وتحول إلى استهداف مدنيين أبرياء. كان كلما سقط بريا في هذه العملية كلما أدى إلى ذلك وصب في صالح الجماعات الإرهابية التي تجند الأنصارها تحت ذريعة مكافحة أو محاربة الأمريكان الذين يعتدون على السيادة الوطنية أو يعتدون على المسلمين بحسب التوصيفات التي تستخدم هذه الجماعة. نعم، تكرم بالبقاء معي أستاذ نبيل. يشارك معنا في الحديث من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور. مرحبا بك. عملية إنزال وضربات جوية واسعة في العديد من المحافظات في اليمن، برأيك في أي سياق يمكن فهم هذه العمليات الأمريكية؟ طبعا الإدارة الجديدة يبدو أنها أكثر اندفاعا من إدارة أوباما التي كانت تميل للانكماش ولعدم التدخل، ولو في تدخل يكون تدخل في الحدود الدنيا. لكن هذه الإدارة أقرب شبه لإدارة جورج بوش الابن، هي إدارة عقائدية، ويعني فيها جانب أيديولوجي وفيها جانب عقيدة أنه أمريكا هي شرط العالم. نعم. وأن أمريكا بإمكانها التدخل في أي مكان وبأي شكل، والقوة الأمريكية هي اللي تغلب الجميع. ففي الأخير هي طبيعة الإدارة أيضا تغيرت بشكل نعم. كبير. لكن نعم. لازم نلاحظ نقطة، أنه لم يعد هناك شريك يمني لهذه الإدارة، يعني كان في قوات مكافحة الإرهاب وغيرها من القوات التي كانت تتعاون بشكل واسع مع الأمريكيين في مسألة مكافحة الإرهاب، سواء أمنيا أو عسكريا. في كثير مؤسسات أقيمت على هذا الأساس، تأسست على هذه المسألة. نعم. لكن هذه المؤسسات كلها صارت الآن مفككة، وإما موالية للحوثي أو علي عبد الله صالح. لا يوجد مؤسسات بديلة أو أي نعم. شريك يمكن التعامل معه. غياب هذه المؤسسات الأمنية التي كانت تتعاون مع الإدارة الأمريكية السابقة أستاذة ميساء بفعل الانقلاب، هل يمكن اعتبارها مثلا ضوء أخضر للأمريكان أو مبرر كافي لتنفيذ أي عمليات في اليمن؟ لا أعتقد أن إدارة ترامب من نوعية الإدارات اللي تنتظر ضوء أخضر. هي أكيد يعني لأنه لا يوجد، يعني المسألة في اليمن ليست ملحة تماما، يعني مش مثل سوريا أو العراق صار هناك دولة اسمها داعش. يعني المسألة لازالت مش بهذا الإلحاح، لكنها داخلة بقوة في اليمن. احتمال أنه يعني ربما يكون هذا جزء من المشكلة، لكن هذه مشكلة لازم تأخذ بعين الاعتبار، لأنه هذا ممكن يكون سبب لتدخل عسكري مباشر أمريكي، ودائما التدخلات العسكرية الأمريكية المباشرة دائما تكون كارثية. نعم. نتائجها. نعم. والبلد لا ينقصها التدخلات العسكرية أصلا. نعم. الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو أنها ماضية في معركة جديدة على الساحة اليمنية، إن كان هناك محددات واتجاهات من وجهة نظرك تقرأينها أستاذة ميساء ما هي؟ محددات وجهات، يعني هي أعتقد أن إدارة ترامب أكثر يعني شديدة التطرف، وناوي أنها تدخل يعني الساحة بشكل مباشر، هذا لاحظته يعني أكثر من إدارة أوباما، وهي شديدة الاندفاع. لكن يبدو أنها في حالة عداء مع الحوثي، لا تريد الاعتماد على الحوثي. كان في إدارة أوباما كان في توجه أحيانا في الحديث، كان في بعض الأطراف بتطرح حديث أنه ممكن الحوثي يكون شريكهم في مكافحة الإرهاب، لكن هذا واضح غير مطروح لدى ترامب. نعم. لكن غياب وجود شريك محلي لهم في مكافحة الإرهاب هذا استحقاق يمني تجاه العالم للأسف، يعني هذه نقطة لازم نكون واضعينها بعين الاعتبار. فإذا نعم. غاب هذا الشريك هذا بيفتح احتمالات كبيرة، معظمها تدخلات خارجية. نعم. تكرمي بلقاء معنا أستاذة ميساء. أستاذ نبيل، هل تتفق مع الأستاذة ميساء بأن غياب الأجهزة التي ربما كانت تتعامل بصورة مباشرة مع الأمريكان في حربها ضد التنظيم وضد الإرهاب هو ربما ما يجعلها تقوم بهذه العمليات دون الإذن من أحد؟ قد يكون مثل هذا الطرح ربما يتبادر لدى الإدارة الأمريكية وبعضها من الأطراف، لكن أنا باعتقادي أيضا هذا ليس مبرر كافي لتحول الإدارة الأمريكية إلى وصي مباشر ومتدخل مباشر في اليمن، بالنظر إلى أن هناك شرعية هي لوحدها المخولة بهذا الملف، أيضا الذي يعتبر أيضا جزء من شراكتها مع المجتمع الدولي ومع التحالف العربي
ومع المجتمع الدولي أيضا، وبالتالي ليس مبررا كافيا أن يتدخل الأمريكان بمجرد أن الأجهزة التي بنوها واعتمدوا عليها تحولت إلى أجهزة قمعية وميليشيات يتم استغلالها في انقلابات عسكرية كالذي حدث في 21 أيلول سبتمبر 2014. وبالتالي هذه ليست الإشكالية بالنسبة لإشكالية اليمنيين، هي إشكالية الأمريكان أنفسهم الذين بنوا أجهزة أمنية وقمعية تحولت في عشية بين عشية وضحاها إلى ميليشيات انقلابية تدين بالولاء لجماعات متمردة ومتطرفة. نعم، كيف تقرأ صمت الحكومة أستاذ نبيل والشرعية، ولم لحد الآن لم يحدث هناك أي تصريح حول العمليات التي حدثت اليوم؟ كيف تقرأ هذا الصمت من قبل الحكومة الشرعية؟ أنا باعتقادي هذا الصمت مخزي ومعيب بحق شرعية تسعى لاستعادة سيادتها وقبضتها على البلاد. أنا باعتقادي ليس من المنطق والحكمة بمكان اليوم الصمت تجاه هذه العمليات التي ينبغي أن يكون هناك، أو كما سمعنا في المرحلة السابقة وتم نفيه بعد ذلك، أن هناك نوع من الضغط على الإدارة الأمريكية بالتنسيق المباشر والثنائي مع الحكومة الشرعية، لكن للأسف استدرك هذا التصريح حينها السفير اليمني في واشنطن وتحدث على أنه ليس هناك أي نوع من الاعتراض على هذه العمليات. نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بمسار سياسة الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي، ارتباك حالة من الضياع في محددات وممارسة السياسة الخارجية والداخلية للحكومة الشرعية. حتى اللحظة ما من أنباء عن نتائج هذه العملية، ومصادر محلية تؤكد بأنه حدوث اشتباكات في منطقة الإنزال، هل يشير ربما أن هذه العملية لها أهداف أخرى غير المعلنة؟ باعتقادي أيضا هدف الأمريكان واضح فيما يتعلق ب، أو بمعنى شماعة الأمريكان واضحة فيما يتعلق ب ما تطلق دائما بمكافحة وملاحقة الجماعات الإرهابية. هذا الذي ربما قد يكون هو الهدف بالنسبة للأمريكان، لكن في أجندات السياسات ليس هناك شيئا ممكن أن يستبعد في إطار مثل هذه العمليات. نعم، طيب أستاذة ميساء، هناك من يرى بأن الإدارة الأمريكية تهول من وجود تنظيم القاعدة وخطرها في اليمن، لكن على يعني الجانب الآخر لا تركز على من قاموا بتقويض الدولة وإنهاء مؤسساتها وقادوا انقلاب وترك البلد مسرح للعناصر الإرهابية وجماعات مسلحة متفرقة. هذا في نظرها مشكلة داخلية ليست مشكلة، هي أمريكا تتعامل مع النتائج وليس مع الأسباب، هي لا تتعامل مع أسباب لماذا نشأت القاعدة، لماذا نشأت القاعدة في أفغانستان؟ نشأت لأن أمريكا دعمت عناصر إسلامية متطرفة ضد الاتحاد السوفيتي، يعني مثلا، يعني ليست هي تتعامل مع الأسباب، هي تتعامل مع النتيجة. النتيجة الآن في قاعدة باليمن، فهي مشكلتها هي القاعدة وليس الحوثي. من يقوم بتفجيرات هي القاعدة وليس الحوثي، من يستهدفها هو القاعدة وليس الحوثي. نعم، وبالتالي هذه مشكلتها، يعني هي في الأخير طرف خارجي، والأطراف الخارجية تنظر لمصلحتها لا تنظر لمصلحة اليمنيين، هذا شيء آخر. يعني المسألة هنا كيف اليمنيين يتعاملوا مع الأطراف الخارجية ومع مصالحهم بشكل يلتقي مع مصالحهم أيضا، فهذه النقطة. نعم، كيف يبدو شكل السياسة الأمريكية أستاذة ميساء من وجهة نظرك نحو اليمن على الأقل في السنوات القادمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ أعتقد أنها مقبلة على تدخلات يعني مقبلة على تدخلات مباشرة من أمريكا أكثر، خصوصا لو استمر الانفلات الأمني في الجنوب، ممكن لو توسع وجود القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات، لو استمر غياب الشرعية من هذه المناطق، ممكن هذا يفتح الباب لتدخلات خارجية واسعة، خصوصا أن أمريكا الآن مثلا الإمارات برضو بدأت تدخل في هذه العملية، يعني هذا بيفتح البلد لتدخلات خارجية واسعة وهذا بيزيد تعقيد الأمور في الداخل. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتبة والباحثة الأستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إلى إسطنبول مع الباحث في شؤون الجماعات الجهادية الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن في اليمن خلال شهر ربما أكثر من عملية إنزال، هل باعتقادك ستقوم بعمليات أكثر في المستقبل لا سيما مع الصمت اللي حاصل الآن من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي أيضا؟ لا أستبعد أنا إقدام الإدارة الأمريكية على مزيد من هذه العمليات، وخاصة أن المزاج الأمريكي في عهد ترامب يشيد بمثل هذه التوجهات،
ويطلق العنان أيضا لمثل هذه الأفكار ومن خلال تصريحات بعض المسؤولين وأيضا من خلال توجه رسمي لترامب نفسه الذي ومن خلال برنامجه الانتخابي الذي تحدث فيه عن مواجهة ومنازلات الجماعات الإرهابية. وبالتالي أنا باعتقادي مثل هذا التوجه الأمريكي يجب أن يقابل بنوع من المنطق ونوع من الحصافة السياسية من قبل الأطراف اليمنية ومن قبل أيضا التحالف العربي، أنه هذه المعركة يجب أن تكون في إطار ما يسمى بحرب شراكة. هذا الحرب الشراكة تتمثل أولا بوجود معطيات حقيقية على الأرض لا يجب القفز عليها، وهي مسألة السعادة الشرعية وسعادة الحكومة اليمنية لأنفاسها ومناطقها، وبالتالي بعد ذلك ليس هناك من طرف فاعل يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الجماعات سوى الحكومة الشرعية، بالنظر إلى أن المعادلة الداخلية في الحالة اليمنية معادلة معقدة. سمح هذا الفراغ الكبير الأمني الذي أحدثه الانقلاب في وجود هذه وتولد هذه الجماعات، فضلا عن استخدام الجانب الانقلابي لشماعة القاعدة وما يطلق عليها بداعش كإحدى أهم أدواته في اكتساب نعم. الشرعية الدولية وتقديم نفسه كمنقذ وكشريك للمجتمع الدولي، فيما على الأرض نحن أمام معركة معقدة يقود التحالف العربي في استعادة الشرعية في اليمن نعم. من يد هذه السلطات الانقلابية الميليشيوية. نعم، كيف ستؤثر هذه العمليات أستاذ نبيل على المشهد اليمني، ومن برأيك سيستفيد منها؟ لا مستفيد من هذه العمليات سوى الجانب الانقلابي، هذا الجانب الذي أصلا يرفع نفس الشعار الأمريكي في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويتفقان أيضا في الهدف النهائي، وبالتالي ليس لن يكون هناك مستفيد سوى الانقلابيين الذين يروجون وأيضا يقسمون كثيرا ويضخمون مسألة الحديث عن جماعات متطرفة وعن انفلات أمني في المناطق المستعادة، كل ذلك يصب في صالح هذا المشروع الانقلابي الذي يريد أن يتقرب للمجتمع الدولي من خلال فزاعة واستخدام الجماعات العنفية والجهادية. نعم، العملية التي حدثت قبل شهر تقريبا في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء، خسرت القوات الأمريكية وسقط منهم قتلى وأيضا طائرتين أباتشي، كان البعض يرى أو يقول بأن الأمريكان ربما لن يكرروا هذه العملية مرة أخرى، لكن ما حدث العكس، برأيك هل فعلا مثلت العملية السابقة خسارة لهم أم العكس؟ لا شك أنه بالمنظور الأمريكي هناك خسارة في مستوى الجنود الأمريكان المصابين والقتلى أو في مستوى الحوامات العسكرية التي تم إسقاطها، وأيضا هذا بالنسبة للأمريكان خسارة لا شك في ذلك، لكن بالنسبة لتداعيات تلك العملية كان يفترض أن يتم مراجعة مثل هذا التوجه بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة أن الأمريكان عندهم حساسية شديدة في مسألة سقوط ضحايا لهم في هذه العمليات وسقوط قتلى لهم في هذه العمليات. لكن ما نراه وخلال يومتين أو خلال اليوم الماضي وأن هناك توجه أمريكي فعلا يعني يشير بنوع من المزيد من تدخل في أو المزيد من هذه العمليات مما يعقد المسار بالنسبة للحكومة الشرعية وبالنسبة نعم. للتحالف أيضا. نعم أستاذ نبيل، سؤال أخير فيما يخص ما الواجب الآن على الحكومة الشرعية في عدم ترك الأجواء اليمنية مسرح لهذه العمليات والطائرات من دون طيار على الأقل التي تستهدف المدنيين الأبرياء؟ هذا يتطلب حملة دبلوماسية كبيرة وتوجه حكومي كبير أيضا، ليس يكتفي بمجرد التصريحات السياسية للجهاز الخارجي واليمني بقدر ما يتطلب أيضا حملة على الأرض. هذه الحملة تتمثل بملء الفراغ الأمني الموجود وإذابة التوجهات المتناقضة في إطار المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة التي من خلال هذه الفوضى ومن خلال هذا الارتباك الموجود يتم استخدام وتوظيف الجماعات الإرهابية والمتطرفة وإظهار الحكومة في مظهر العاجز عن إدارة هذه الملفات وهذه المناطق. أشكرك. نعم. أشكرك جزيل الشكر الباحث في شؤون الجماعات الجهادية الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. الشكر أيضا للكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، والشكر أيضا لمدير مديرية خنفر العقيد سيادة العقيد علي حفيد، والشكر أيضا موصول لكم
تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية معد هذه الحلقة الزميل كمال الحيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.